نظم معهد الدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة يوما تحسيسيا حول الشح المائي وترشيد استهلاك المياه. اليوم المعهد العالي بالشراكة مع المندوبية ينظم يوم مفتوح لتحسيس الطلبة ومكونات المعهد في استغلال المياه. كما نعرف احنا الطلبة متاعنا يخدموا على التوجه هذا عندنا عديد السنوات، تقريبا 2014-2015 قمنا ببعث مواد تدرس في الاختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية في حسن استغلال المياه. وتم توزيع مطويات للطلبة تتضمن نصائح لترشيد استهلاك الماء، إضافة إلى التفاعل مباشرة مع مجموعة من الطلبة للتحسيس بقيمة الموارد المائية وضرورة المحافظة عليها، خاصة وأن عديد الاختصاصات بالمعهد تعالج مسألة ترشيد المياه. والترشيد متاع الماء سيت اون استراتيجي اللي لازم الناس الكل تستعملها، كوسوسوا اتيديان ولا غير اتيديان. في الديبارتمون متاعنا في الالكتريك كوسوسوا نقريوهم في الليسونس والا في الماستر ان افيكاسيتي انرجيتيك اي انرجي رينوفلابل، نقريوهم تو سكي تحكم في الماء انتيليجامون، نقريوهم ليريغاسيون انتيليجونت باش ما تكونش، خاطر انتم تعرفوا لي سيدي بوزيد هي ريجيون فوكاسيون اغريكول 100%. احنا نهتموا برشا بالموضوع هذا على خاطر الماء يعني حاجه مهمه برشا، دونك عندنا دي ماتيير دي دي للحاجه هذه اللي هما سيستيم انتيليجونت نتاع ليريغاسيون. هذا الكل نقراوه باش ما نخليوش الماء نتاعنا يمشي معناتها كما نقولوا احنا دو نامبورت كوا بصفه عشوائيه. ويهدف اليوم التحسيسي حول الشح المائي إلى التوعية بالأساليب السليمة لاستغلال المياه في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.